المشروعات الخضراء مصر عاملة لها خريطة وعاملة لها جدول زمني، وحتى الرئيس السيسي قال انه 2035 هيخلص معظم المشروعات اللي طرحت في القائمة الخضراء. ووزارة البيئة أيضا على المستوى الآخر عاملة مجموعة أنشطة ومشروعات تشجع فيها زيادة المساحات الخضراء. ويمكن حضرتك تابعتي خطاب الرئيس عن حدائق انتونياديس وعن حدائق الحيوان وعن حديقة الأرمان، وحاليا في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها يجري تطوير هذه الحدائق وإعادتها لأصلها، وأعتقد هتزيد المساحات الخضراء بنسبة تتجاوز 30% المخطط ليها، بالذات في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة الأكبر والأكثر يعني نشاطا وانبعاثات يعني.